أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم فيما تفعله بعض محطات البنزين من إعطاء علب الفائن للزبائن؟ هذا كله يقصد به جلب الزبائن والإضرار بالمحطات الأخرى، فلا يسوغ هذا. صادر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة في أن عمل هذه الجوائز والمسابقات في المحلات وفي المحطات يقصد به الإضرار بالآخرين، بحيث ينصرف الزبائن إلى هذه المحطة أو هذا المحل ويتركون بقية المحلات. هذا أمر لا يجوز، إضافة إلى أنه من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.